طبعا كلنا مستنيين نعرف ايه اخر الجديد اللي بيخص في الفريق تحديدا في مقر الاقامه واستعدادات كمان استاد القاهره لاستضافه المباراه اللي هتكون في تمام الساعه 9 مساء باذن الله تعالى. متشوقين جدا كمان نشوف الحاله المعنويه الحاله الذهنيه عند لاعبي النادي الاهلي تحديدا. علشان كده انا هروح سريعا لزميلنا الاعزاء كريم احمد من مقر اقامه الفريق وايضا شريف شعبان من استاد القاهره الدولي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، مساء الخير عليك يا شريف، منورنا. نورك يا امير، تحياتي ليك وتحياتي طبعا لزميلي الكريم، وبتمنى له التوفيق النهارده باذن الله يا رب، ويا رب باذن الله يكون القمه 120 من نصيب النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي في مباراه اليوم، لكن انا عايز ابتدي بيك يا كريم تحديدا واخر استعدادات. طمنا الناس كلها دلوقتي مستنياك تطمنا على استعدادات النادي الاهلي الاخيره قبل التحرك في اتجاه استاد القاهره الدولي، اتفضل يا كريم. في البدايه طبعا زميلي امير، يعني اكيد ان شاء الله كالعاده كل التمنيات وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي. مباراه زي ما اكدنا وقلنا لها حسابات خاصه عند الجماهير، مجلس الاداره، عند اللعيبه بشكل عام. حاله التركيز مش هتكلم عليها بشكل كبير لان ده معروف عن لعيبه النادي الاهلي في كل المباريات، تركيز واصرار وعزيمه بنشوفها في التدريبات وتحديدا كمان في معسكر الفريق. اكدنا وقلنا اكتر من مره على الفندق الاقامه يمكن مميز جدا لان حاله الهدوء مميزه جدا هنا في فندق الاقامه، ودي بتساعد اللعيبه بشكل كبير جدا على التركيز وعلى ايضا كمان ان يكون كل اللعيبه مركزه فقط في المستطيل الاخضر وفي ال 90 دقيقه اللي ان شاء الله باذن الله تكون 90 دقيقه فيها جديه وفيها حماس، وان شاء الله باذن الله الاداء بقى مع النتيجه دي يكون ربنا سبحانه وتعالى موفقنا يكون التوفيق حليف النادي الاهلي في هذه المباراه. مباراه غايه في الصعوبه للفريقين، خلاص يعني نقدر نقول النادي الاهلي كتاب مفتوح للزمالك والزمالك ايضا كتاب مفتوح للنادي الاهلي، لكن يبقى بقى ان شاء الله الاختيار الموفق باذن الله للجهاز الفني مستر ريني فايلر، ان شاء الله يكون التشكيل على اكمل وجه ويكون اللعيبه ان شاء الله موفقه في هذا اليوم. انا عايز اكلمك طبعا بشكل عام على الكواليس الخاصه في فندق الاقامه، الامور الاعتياديه طبعا خاصة بي وجبة الغداء والإفطار وأيضا كمان المحاضرة الفنية الأخيرة اللي هتكون في تمام الساعة 7:05 هنا، محاضرة هتكون 10 دقايق فقط لا غير عشان هيتوجه على طول لعيبة النادي الأهلي 7:15 إلى استاد القاهرة. أنت عارف طبعا زميلي أمير إن الفندق قريب جدا من استاد القاهرة، أقدر أقول 15 دقيقة أو أقل كمان، إن شاء الله يكون لعيبة النادي الأهلي متواجدة قبل انطلاق المباراة كالعادة بساعة ونصف. أنا عايز أذكر كمان أمير وأذكرك وأذكر كل جمهور النادي الأهلي سواء بالقائمة أو أيضا كمان بالغيابات الخاصة لفريق النادي الأهلي. يمكن أكلم معاك سريعا ونقول قائمة النادي الأهلي في حراسة المرمى الشناوي وعلي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، علي معلول، احمد فتحي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، عمرو السليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، عربي بدر، مجدي قفشه، وجيرالدو، وليد سليمان، وجونيور اجاييه، وبادجي، ومروان محسن. كالعاده طبعا بيبقى فيه غيابات، لكن احنا مقولتنا دايما ومقوله طبعا الشعار الكبير لكل لعيبه النادي الاهلي، الاهلي المنحدر ان شاء الله النهارده تكون على حقيقه ارض الواقع في استاد القاهره. غيابات كثيره جدا لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره في كل اللاعبين على راسهم طبعا احمد الشيخ اللي لسه بيعاني حتى هذه اللحظه من التواء في الكاحل، ينضم له طبعا كل من محمد فخري ومحمد شكري بالنسبه للرؤيه الفنيه لمستر ريني فايلر، واكيد بقى محمد محمود وصالح جمعه رؤيه فنيه، ايضا حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا لاستمرار الايقاف ليه. لكن بشكل عام كل الامور ان شاء الله تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي، تركيز كبير جدا في فندق الاقامه عقب وجبه الفطار والغداء جمعت لعيبه النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا ومميزه جدا لعيبه النادي الاهلي حاطه نفسها في المود بشكل كبير ومركزه بشكل كبير جدا، زي ما بناكد ونقول التركيز شيء وفي الملعب بيكون شيء تاني، لكن واضح ان في حاله تاهب كبيره جدا وحاله حماس وجديه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي الحديث كل اللعيبه. يمكن اقدر اقول لك في وجبه الغداء شفنا علي معلول مع الشناوي مع احمد فتحي مع وليد سليمان مع عربي بدر كمان احد الناشئين المتواجدين مع فريق النادي الاهلي، فمن الواضح ان الحاله التركيز كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي. ينقصنا بقى ان شاء الله دعوات كل جمهور النادي الاهلي، وباذن الله النهارده يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي زميلي امير. باذن الله كريم، وخليك معايا هروح لشريف سريعا واساله على كيف يستعد استاد القاهره لاستضافه مباراه القمه النهارده. يا شريف، يمكن استاد القاهرة استعد لهذه المواجهة من باكر، يمكن من الساعة 10 صباحا، واستاد القاهرة بيستعد تواجد شرطي حدث ولا حرج بكثافة كبيرة جدا. فبنصح أي حد معهوش الدعوة أو معهوش الأي دي الخاص بمباراة ما ينزلش من بيته، لأن هيلاقي صعوبة بالغة في حضور المباراة. يمكن التعقيم الإجراءات الاحترازية في كل مكان، النادي الأهلي استعان بأحد العاملين، الزمالك أيضا نفس القصة، استاد القاهرة استعان برضه بكذا عامل للإجراءات الاحترازية، تطهير في كل مكان، غرف الملابس، الممرات، الملعب المباراة حوالين دكك البدلاء، كل مكان
مكان في استاد القاهره بيتم اجراءه طبعا او اجراءات احترازيه طبقا لبروتوكول وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه. يا رب باذن الله يكون اليوم موفق للنادي الاهلي. ايضا استاد القاهره على استعداد للمؤثرات الصوتيه. اللواء علي درويش قال لك انا لو صاحب المباراه النهارده هيكون الزمالك، لو احضر الفلاشه الخاصه بالمؤثرات الصوتيه هيكون مرحب. اذا ان هو صاحب الحق في هذا الطلب او لا؟ قال لك ان استاد القاهره اصلا يعني الاوبشن عندي موجود ومتاح لو الزمالك كان مفضل هذه الخاصيه. يمكن كل البوابات كل الدخول، احنا كقناه نادي اهلي كان الدخول بيسر وسهوله جدا. طبعا الشرطه المصريه ما شاء الله يمكن كان في سهوله ويسر في الدخول، تنظيم الامن من استاد القاهره يمكن ما شاء الله برده كان في يسر ويسر في الدخول طبعا. فباذن الله يا رب يكون اليوم حلو للنادي الاهلي، وباذن الله يكون الثلاث نقاط تضاف الى رصيد النادي الاهلي. بذكرك طبعا الاهلي في المقدمه برصيد 56 نقطه والزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطه. طيب عايز اروح لكريم، وفي الحقيقه شريف وكريم من الناس اللي بيركزوا في كل كبيره وصغيره، يعني اي تفاصيل هتلاقيها عندهم. فانا عايز اسالك يا كريم تحديدا بخصوص جيرالدو، طمنا انت اللي شايفه في الاوتيل دلوقتي حالته عامله ايه؟ هل مستعد للمباراه ولا لا؟ بالتاكيد طبعا زميلي امير، لو تحديدا بنتكلم على جيرالدو طبعا يعني اقدر اكد لك التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي جاهز بشكل كبير جدا، وكان واضح في ادائه للتدريبات. لكن انت عارف طبعا الرؤيه الفنيه الخاصه به التشكيل متروكه للجهاز الفني، لكن باكد لك بشكل كبير جدا جيرالدو متواجد في القائمه، وان شاء الله باذن الله لو في فرصه مشاركه ليه في هذه المباراه هيأدي بشكل كبير جدا. اطمنا عليه سواء من الجهاز الطبي او ايضا كمان من مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ. باكد لك وبطمن لك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه عندها امل كبير جدا ان شاء الله باذن الله النهارده تكون موفقه في هذا اليوم. جيرالدو جاهز، تنقص بس الفرصه ان شاء الله يكون متواجد، لكن كل اللعيبه امير يعني ان شاء الله باذن الله يكون في الميعاد النهارده باذن الله. باذن الله. سريعا عشان اختم معاك واروح لشريف بسرعه، يا شريف عدد الحضور النهارده هيبقى قد ايه من كل فريق طبقا لمعلوماتك؟ هيقتصر طبعا على مجلس اداره الناديين، يمكن نتكلم في 25 من كل نادي بجانب طبعا الاعلام مش هيعدي ال 50، ان طبعا زي ما قلت لك الاجراءات الشرطيه قويه جدا. وباكد لك ان مؤمن زكريا اعتذر اخيرا لاتحاد الكره المصري عن التواجد في مقصوره استاد القاهره. تمام، انا بشكرك يا شريف شكرا جزيلا، وبشكرك يا كريم شكرا جزيلا، مراسلنا وزمايلنا الاعزاء اللي كانوا معانا على الهواء مباشره سواء من مقر اقامه الفريق قبل مباراه اليوم امام الزمالك او حتى من استاد القاهره الدولي واستعداداته لاستضافه هذه المباراه. دي كانت بعض الكواليس، ولسه عندنا كواليس اخرى هنتكلم فيها بخصوص مباراه القمه النهارده. هروح لفاصل الاول وبعد فاصل نرجع نكمل. يلا